السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. تكلمنا في الدرس الماضي عن كيفية تصميم غلاف لقناة اليوتيوب على الكمبيوتر، ودرسنا اليوم إن شاء الله رح يكون عن طريق الموبايل. طبعا في عنا تطبيق كانفا، طبعا تنزيله سهل جدا من متجر الجوجل بلاي. نضغط على صورة البرنامج، يجي الآن نضغط على علامة الزائد عشان نعمل نيو ديزاين، نيجي على يوتيوب بانر، الآن بنيجي على أبلود. راح نضيف نفس الصورة اللي تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وراح أترك لكم رابط موقع تحميل الصورة في صندوق الوصف، اللي هي صورة الأبعاد اللي راح نشتغل عليها. نكبرها، نعملها على الشاشة البيضاء، تمام. نيجي الآن نضغط على الشفافية اللي ترانسبرنسي حتى نخفف شوي من وضوحها عشان نعرف نشتغل، تمام. نيجي الآن نضغط على علامة الزائد عشان نضيف نص، نيجي على تكست اد هيدنج، نفس العملية. راح نضيف اسم القناة، الآن بنيجي بنغير الخط. انا راح اضيف الكايرو بلود، الكايرو بولد عفوا، تمام. نغير اللون، تمام. نيجي بنسحبها نعملها على وسط الصفحة. الآن نيجي نصغرها شوي، تمام. بعد هيك بنضيف نص ثاني عشان نكتب فيه عن ايش تتكلم قناتنا. education، technology، تمام. نيجي الآن بنصغر الخط، نيجي على الفرونت سايز، تمام. نيجي الآن نغير لونها، نضيف اللون اللي بدنا إياه، تمام. الآن راح نضيف نفس صورة الكمبيوتر من الفريمات، نيجي على الإليمنتس، نضيف الفريم، راح اختار نفس الفريم من الدرس الماضي، تمام. نيجي الآن نضيف الصورة، نيجي على أبلود. طبعا أنا محمل الصورة، نفس الصور اللي بتكون موجودة على التطبيق على الكمبيوتر نفسها بتكون موجودة على تطبيق التليفون لأنهم على نفس الإيميل. نيجي الآن بنضيف الصورة، طبعا هاي الصورة أنا نزلتها من موقع في صور مجانية وبدون حقوق، وراح أترك لكم رابط الموقع في صندوق الوصف. نيجي الآن بنحركها حتى تيجي داخل الشاشة، تمام. نيجي الآن نصغرها، نيجي نميلها شوي، نصغرها كمان، نصغرها كمان شوي اللي تيجي داخل مستطيل، نصغر خط اسم القناة شوي، نزيح هاي شوي هيك، تمام. الآن راح نضيف
صورة اليد مع الطارق اللي بترمز للبوصلة. نضغط على علامة الزائد على أبلود. أنا محمل الصورة، بنصغر الصورة، بنغير اتجاهها. الآن بنيجي على فليب لنغير اتجاهها، نفس العملية، بنصغرها كمان لتيجي داخل المستطيل الزهري، بنصغرها كمان شوي. نغيرها كمان شوي. زي ما انتم شايفين. الآن بنيجي بنضيف الخلفية للصورة، نضغط على علامة الزائد. أنا برضو عامل أبلود للصورة، نضغط عليها، نكبرها، نفس الشيء. الآن طبعا صورة الكمبيوتر واليد مش موجودة، فبنضغط على الصورة أو بنيجي على الثلاث نقاط اللي فوق، نيجي بنضغط سند تو باك. زي ما انتم شايفين ظهرت معنا. طبعا هيك انتهينا من تصميم الصورة. الآن بنيجي على داونلود، نضغط داونلود داونلود، نستنى عليها شوي. عم بطلب مني نعمل مشاركة، أنا ما بدي أعمل مشاركة. الآن تم تنزيل الصورة. الآن بنيجي على قناتنا على اليوتيوب، بنيجي على تطبيق اليوتيوب، نضغط على صورة القناة، على يو تشانيل، نضغط على شكل القلم الموجود في اليمين. زي ما شايفين في صورة الكاميرا اللي فوق، نيجي بنضغط عليها choice from your photo، نختار صورة من صور التليفون، نيجي على image، نيجي على canva، نختار اول صورة. زي ما انتم شايفين في فوق في عنا المساحة الكاملة بتيجي للتي في، وفي على الاطراف، مع الاطراف بتيجي للديسكتوب، وفي في النص المستطيل في النص اللي هي الاول ديفايس. نيجي بنصغر الصورة حتى تيجي معانا زي ما انتم شايفين. هيك صارت تيجي على شاشات الموبايل. نيجي نضغط على سيف حفظ، شانل بانر ابديت سكسسفولي. وبهيك انتهينا من شرح كيفية تطبيق قناتنا على اليوتيوب على الموبايل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح، وشاكر لتواجدكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.